مدينة قوم الإيرانية هي مصدر انتشار مرض كورونا في غرب آسيا. المرضى الذين نقلوا هذا الفيروس من هذه المدينة إلى سائر القارات شهود على التلوث الكارثي الذي حل بهذه المدينة. ولكن لما لم يفرض الحجر الصحي على قم؟ قال مسؤول بوزارة الصحة: قرار فرض الحجر الصحي على مدينة قم ليس بيد وزارة الصحة. غلام علي وجعفر زاده النائب البرلماني الإيراني: لم يفرض الحجر الصحي على قم لأسباب أمنية، ولكن يجب البحث عن الأسباب في الرواية المذهبية التي ينقلها موقع الحوزة عن أئمة الشيعة. أسلم البقاع مدينة قم، تراب قم طاهر. من السماء الرابعة رأيت قم قبة من الطهارة. وقد وضعت يافطة في شارع الإمام الصادق بمدينة قم: إذا ابتليتم فالجأوا إلى قم. بينما الآن هي مدينة البلاء والأمراض، وإذا فرض عليها الحج فإن التاريخ سيسجل أعواما من أكاذيب مراجع الشيعة. ويبدو أن الجمهورية الإسلامية في مفترق طرق تكذيب عقيدة الحوزة الشيعية أو نقل المرض إلى العالم أجمع.